الآية هاي نزلت في واقعة الحديبية. واقعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، سنة 6 للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله طلع ووياه من الصحابة 1400، أقبل إلى أن وصل إلى الحديبية. عندما وصل إلى الحديبية قريش تصوروا أن جاي قاتل طالع محشد جيش عنده ومتهيئ للقتال، بينما النبي صلى الله عليه وآله كانوا إذا أجوا يقولون لا احنا ما جايين إلى قتال، جايين نريد نعتمر، نعم، ومن بعد العمرة نجدد عهدنا بالبيت ونعظم البيت وننحر النحائر ونرجع، ما عدنا قتال، انا ما جاي متهيئ لقتال. قريش صدوه، قالوا له انت ما تبرح هذا المكان، هذا المكان اللي وصلت الى ما تبرح، ما تتحرك من عنده. وحشدوا جيشهم وجعلوا القائد على جيش المشركين خالد ابن الوليد، واجوا بجيشهم رابطوا هناك استعدادا لما يطرأ. اشتغلت ما بيناتهم الرسل، يعني اكو جماعة ممن عز عليهم ان تسفك الدماء، قاموا بدور الوسيط، جماعة وسطاء الى قريش وجماعة وسطاء الى المسلمين، ان المسألة حشموها ليكون يصير سفك دم. في من جملة الوسطاء كان جد علي الأكبر لأمه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود كان آنذاك لم يسلم، لأن عروة أسلم سنة 9 من الهجرة، فكان آنذاك مع قريش، بس عروة من الرؤساء العقلاء الناضجين اللي إلى مكانة في قريش. عروة كان وسيط بين قريش وبين النبي، اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال له علام هذا الجمع، انت طالع بجمع، شنو الهدف؟ قال النبي احنا ما جئنا لقتال، لو جاي لقتال انا ابادهك اقول لك جايين لقتال، احنا جايين الان نعتمر، نعظم البيت، ننحر الجزر ونرجع. طرح الى قريش اخبرهم بقول النبي، قالوا له ماذا رايت انت من رحت الى معسكر هذا الرجل، ماذا رأيت؟ قالهم شفت اذا سقطت شعرة من شعره تبادروا الى اخذها، وشفت اذا اراد الوضوء ما يخلون قطرة من الماء تسقط الى الارض، يأخذونها للتبرك. قالهم انا دخلت على كسرى ودخلت على قيصر ودخلت على النجاشي، يعني في بلاط هذا وبلاط هذا وبلاط هذا، ما رأيت واحد من أصحابهم يعظمه كما يعظم هؤلاء، نعم هذا الرجل، هذا الرجل يعظموه تعظيم لا حدود له. قلوا أنا شفت هذا إلى منزل يفتدوه بالأنفس يتبادرون إلى ما يسقط من يديه، فروا رأيكم، شوفوا رأيكم شنو هو. قريش قالوا لا سبيل الى تركه يدخل الى مكة. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار عثمان قريب، خليفة الثالث قريب لأبي سفيان، فقال له روح شوفهم شنو وجيب لنا الخبر. ذهب واختفى خبره عن المسلمين، وشاع ما بين المسلمين بأنه قتل. النبي صلى الله عليه وآله تصلب، قال والله لا أبرح حتى أناجز القوم، إذا صحيح دولة يقتلون واحد من أصحابنا ما أرجع حتى أناجزهم. لما رأوا إصراره، شافوا النبي صلى الله عليه وآله مصر على ذلك، خضعوا، خضعوا وقالوا له احنا نصالحك على شيء، يعني نعقد ما بيناتنا عاقد على ان ترجع هالسنة وبالسنة الآتية تدخل الى مكة المكرمة،
إذا أدخلت إلى مكة تدخل إليك 3 أيام، تسعى تطوف تعتمر وتكمل العمرة وترجع. قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين: هلم واكتب ما بيننا هذا. فجاب ورقة وبدأ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصالح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا له: قف، لا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول باسمك اللهم، هذا شعارنا احنا، ما نقبل غير شعارنا يكتب ينكتب. قال النبي: اكتب، بطل هاي العبارة. نعم، اكتب باسمك اللهم، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ما يفرق ان يكون بهذا او ذاك، بس دولة عندهم سطحية. قال له: اكتب. كتب: هذا ما تصالح عليه رسول الله. قالوا له: واش، لو كنا نعلم انك رسول الله ما خرجنا لقتالك. هي ترى اكو نقطة شوي هنا كن نوقف عندها، النقطة مهمة جدا. ترى ما اكو واحد على الاكثر، ما اكو واحد على عقيدة يعرف انها باطلة وهو يشرع ليها، لا، الا المرتجقة، الا اللي عنده هدف. يعني الان لما ترجع الى حملة العقائد، كل واحد عنده عقيدة، تلاحظ هذا الرأي العام اللي متمسك بها العقيدة، هذا لو يعرف انه على باطل ما يضل عليها ابدا، ما يمكن، لكن يصور انها صحيحة. من اللي يصور الهيا صحيحة؟ اللي يصور الهيا صحيحة حملة الفكر مع العقيدة، اساطين العقيدة، ذول هم اللي يلعبون دورهم، ذول هم من وراء الجماهير. سيأتينا ان شاء الله خلال البحث هذا المعنى. في هذول يقولون: احنا لو نعرف انك رسول الله ما نطلع الى قتالك، ما نعتقد انك انت رسول الله، اكتب اسمك واسم ابيك. قال للامام اكتب كما يقولون. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: تلكأت، انا امحي اسم النبي واوخره وامحي اسم صفة الرسالة، تلكأت. قال لي: اكتب يا علي، ولك مثلها وانت مضطهد. راح تمر بنفس التجربة، وفعلا مر الامام بنفس التجربة، مر بيها شوكت، مر بيها في واقعة صفين، يعني عند واقعة الحكمين. اول الامر اصر الامام، قال لهم: ترى ذولا خدعوكم، ترى ذولا شالوا المصاحف، وهاي خدعة، ذولا مو يم المصاحف، ذولا لو يؤمنون بالقرآن ما يطلعون الى قتالنا، لان احنا عدلوا القرآن، ذولا لا يخدعوكم، خلونا نقاتل، شافوا الفتح قريب وخدعوكم هالخدعة، لك اعصبوا الامر برأس، اعطوني مجال. قالوا له: ما يسعنا، ذولا شالوا كتاب الله، احنا شنو نحارب كتاب الله؟ ماشي. القاعدة يعني الساحة لما بيها مغفلين تعبت، وين تعبت؟ صح، يعني الساحة هو هذا اللي يفتيم يريح اعصابك، لكن اذا تبتلي بواحد مغفل بسيط، هذا يتعبك وين تعبك، لان هذا ما تقدر تفهمه، ما تقدر، يعني يضيع عليك الاهداف، يضيع عليك اتعابك، يضيع عليك انجازاتك، هاي الدماء اللي طوها، وهذا القتال، وهذه الاجواء اللي حصلت. طيب اعطوا مجال خلنا نوصل، ماكو يا بعد دقائق قلائل للفتح، لانه معاوية حط رجله بالركاب ويريد يهرب. اجى لي واحد امسك ركابه، قال له: وين؟ الى اين؟ هذول طالعين انقتلوا من اجلك عشرات الالاف، انت راح تعوفهم وانت راح تهرب تنجو بنفسك. هو يقول: اتذكرت ابيات ابن الاطناب: ابت لي عفتي وابى بلائي، واخذ الحمد بالثمن الربيح، واقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت، مكانك تحمدي او تستريحي. فصار شالوا المصاحف، قال لعمرو بن العاص: اكو عندك؟
اكو عندك شيء نقدر نخلص به؟ اين مخبأتك؟ انت عندك ضان بالمخبأ، مالك قضية، طلعها. قال لا، امرهم فليحملوا المصاحف. وفعلا بس حملوا المصاحف اتغير الوضع رأسا على عقب. فالنبي يذكر للامام يقول له لك مثلها وانت مضطهد. وفعلا وقع النبي صلى الله عليه وآله، وهم وقعوا، بمجرد ان تم التوقيع على الوثيقة حلوا من احرامهم ونحروا الجزر وحلقوا ورجعوا. عندما رجعوا انتظروا الى السنة الآتية، وفعلا راحوا واقاموا بمكة 3 ايام، ودخلوا الى الكعبة وهم يهللون ويكبرون والى اخر القصة معروف. هاي السبب. طيب لما النبي اصر قبل ان يصير العقد على قتال قريش، اجوا الصحابة يم النبي قالوا له يا رسول الله احنا نبايعك ما دمت انت مصمم على القتال، نبايعك على القتال والموت. فعلا بايعوا النبي تحت الشجرة، النبي كان تحت شجرة، بايعوه. ولما بايعوه نزلت الآية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إلى آخر الآية. فهاي البيعة اسمها بيعة الرضوان. ليش؟ لأن الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين، بيعة الرضوان. والعمرة اللي صارت من وراها سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء عن السنة الفائتة. النبي اعتمر، فكان سبب نزول الآية هو هاي الواقعة اللي ذكرتها إليك. طيب